ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر قول الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. الحدث يعني صغير السن، إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. نعم، نحن أدركنا علماء جبال، والله إن الواحد منهم ليمضي ساعات طوال يقرأ ويبحث في اليوم ما يقرب من 10 ساعات أو أقل بقليل أو تزيد شيئاً، ومع ذلك يخافون أن يتكلموا إلا إذا استوثقوا من هذه المعلومة. أما الآن خذ مقاطع وأقوال وكتابات تتطاير يمنة ويسرة، لكن ما هو الصحيح؟